العالم في دقيقة. وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي خلال لقاء بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة يشيدون بالدور الطلائعي للملك محمد السادس وبمكانة المغرب كعامل للاستقرار في المنطقة والعالم. في ذكرى مرور عام على حرب غزة، حصيلة الضحايا تقدر بحوالي 42 ألف قتيل ونحو 100 ألف مصاب ودمار كبير في البنية التحتية، وموعد مع معاناة رحلة نزوح جديدة بدون أفق. في لبنان، تجدد القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، حيث تحدث الجيش الإسرائيلي عن استهداف مواقع لحزب الله، كما استهدفت غارات أخرى محيط مطار بيروت. والسباق نحو البيت الأبيض يدخل مرحلته الأخيرة. المرشحان كامالا هاريس ودونالد ترامب يتبادلان الاتهامات بعدم الكفاءة والكذب.